نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. التظاهرات بالخرطوم تتجدد لليوم الثاني على التوالي، وخرج المئات من الشباب بصورة مفاجئة بعد تجمعهم بموقف شروني متوجهين للقصر الجمهوري. وأعلنت حملة أختونا عن قيادة التظاهرات، هذا وتصدت قوات الشرطة للمتظاهرين وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع. اتحاد الأطباء الشرعي يكشف عن سقوط قتيل ونحو 43 جريحاً وسط المتظاهرين خلال احتجاجات 30 يونيو. وأكدت اللجنة أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، منها 6 في الرأس. السلطات الأمنية تعتقل أمس نحو 200 شخص بالتزامن مع مسيرات احتجاجية بولايات عديدة في ذكرى حراك 30 يونيو، حيث خرجت أمس تظاهرات حاشدة في عدد من مدن البلاد دعت إليها قوى سياسية لإسقاط الحكومة وحاضنتها السياسية. سلطات الحكومة الانتقالية في سابقة خطيرة من نوعها تقوم بحظر معظم مواقع الصحف الإلكترونية في السودان منذ عشية مواكب 30 يونيو، وشكا الآلاف من قراء الصحف الإلكترونية بالبلاد عن عدم تمكنهم من الوصول إلى مواقع الصحف على شبكة الإنترنت. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.